الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. تشاردز. تنوعت الفنون كثيرا بين الموسيقى والغناء والرقص، فكانت الرقصات لوحات تمازجت فيها الألوان بين هادئ وصاخب على إيقاعات ريشة فنية عزفت على أوتار المؤلف الموسيقي فيتوريو مونتي. هو مؤلف موسيقي إيطالي، عازف كمان وماندولين وقائد أوركسترا. ولد مونتي في نابولي حيث درس الكمان والتأليف الموسيقي في المعهد العالي للموسيقى في مدينة نابولي. تم تكليفه في عام 1900 بقيادة أوركسترا لامورو في باريس، وقام بتأليف عدة باليهات وأوبرا كنويل دو بيروت. كما كتب منهجا لآلة الماندولين اسمه المنهج الصغير للماندولين، تضمن بعضا من أعماله كمقطوعة الخرز الرائعة. تعتبر مقطوعة تشارداز التي ألفها حوالي عام 1904 أكثر أعماله شهرة، وهي قطعة معروفة فيها حس شعبي مبنية على تشارداز الهنغاري، فقد قامت معظم أوركسترات موسيقى الطابع الغجري بعزفها. بالإضافة إلى كونها الرقصة الوطنية في هنغاريا، تعتبر تشارداز رقصة غزلية بين الثنائيات، حيث تبدأ بمقطع بطيء يتبعه مقطع متسارع بهيج. في القطعة سبعة أقسام، كل منها في سرعة مختلفة ومفتاح مختلف أحياناً، وتكون بداية القطعة في سلم ري الصغير، ثم التحول إلى سلم ري الكبير، ثم الرجوع إلى سلم ري الصغير، ثم الانتهاء في سلم ري الكبير أخيراً. يكون القسم الأول على سرعة أندانتي لارجو، بطء معتدل وتريث، يتبعها تسارع كبير إلى السرعة أليجرو فيفو، أكثر سرعة وحيوية، وتبطأ إلى السرعة مولتو مينو، أقل من تلك السرعة بكثير، وتبطئ أكثر إلى السرعة مينو كوازي لينتو، أقل سرعة تقريبا بطيئة. ثم تنتعش القطعة لتبلغ السرعة أليجرو فيفاسي، أي أكثر سرعة من السابق، ثم تبطئ إلى السرعة أليجريتو، أي سريع، وترتفع أخيرا إلى السرعة مولتو بيو فيفو، أكثر سرعة وحيوية بكثير. وهذه الاصطلاحات تسميات إيطالية لسرعات أجزاء المؤلفات الموسيقية وجملها، فمن المعروف لتحديد سرعة الحركة نستعمل مصطلحات متفق عليها. توضع هذه المصطلحات في بداية القطعة الموسيقية كي تحدد السرعة بدقة. تضاف إلى هذه المصطلحات مؤشرات رياضية يمكن لآلة المترونوم أن تجسدها، فإن تغييرات السرعة تجعل القطعة مثيرة. ومع كل هذه التغييرات كان متوقعا من أن يستخدم فيها تكنيك تدرج السرعة روباتو لإضافة إحساس آخر إليها وإحداث الانفعالات الأنسب. توجد في القطعة العديد من التحولات الدينامية، من بين المستوى بيانيسيمو أي ضعيف جدا إلى مستوى فورتيسيمو قوي جدا. في جزء السرعة مينو كوازي ليتو أي أقل سرعة بطيئة، نسمع من الكمان تكنيك الهارمونيات المتوقفة الذي يتطلب من العازف ملامسة الوتر بإصبعه على بعد 5 أنصاف من مبتدأ الوتر، ويعطي بهذه النغمة أعلى بمقدار أكتافين عن نغمة المحل نفسه في العزف المعتاد. يتميز الأداء الفردي للرقصة بخطوات الراقصين الثابتة وثقتهم بالارتجالات التي يقومون بها، حيث تتحرك أقدامهم للداخل والخارج منسجمة مع الموسيقى والإيقاع. كما أن الرقصة الكلاسيكية الثنائية التي اقتبست عن تلك الموسيقى تحظى بشعبية واسعة في أوروبا الشرقية. إن مقطوعة تشارداز التي طورت في القرن 19 أخذت عن رقصة كور المجرية، وهي رقصة شعبية وغالبا ما تعزف من قبل أوركسترا الغجرية على مقياس زمني 2/4 أو 4/4 من إيقاعات قوية متناغمة. أما في الباليه فتترافق تشارداز كموسيقى مسرحية مع رقصات شعبية هنغارية وسلافية معقدة، كما في باليه كوبيليا للمؤلف ليو ديليب. وقد توفي مونتي في عام 1922 تاركا وراءه بصمة زخرفت عالم الموسيقى والرقصات الغزلية العابقة برحيق الحب، ممزوجة بإيقاعات قوية تتراقص متمايلة على صدى أوتار الآلات الموسيقية.